في تصعيد ينذر بحرب إقليمية أوسع من تلك التي تشهدها المنطقة منذ 10 أشهر، سقط عدد من القتلى والجرحى الإسرائيليين بملعب لكرة القدم بالجولان السوري المحتل في أكبر عملية من نوعها تنفذ في الداخل الإسرائيلي منذ عملية طوفان الأقصى في أكتوبر الماضي. التقديرات الإسرائيلية للعملية أشارت بأصابع الاتهام لحزب الله اللبناني باعتباره المسؤول الأول عن وصول الصواريخ والقذائف داخل العمق الإسرائيلي، حيث تزامنت الواقعة مع إطلاق الحزب 3 رشقات صاروخية تجاه مواقع إسرائيلية عسكرية ومستوطنات في الشمال، لكن الحزب نفى بشكل قاطع في تصريحات لمسؤوليه القيام بتلك العملية التي سقط فيها مدنيون. بالتهديد والوعيد سارع قادة الحرب في تل أبيب في دق طبول الحرب، بينما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن المشاهد من مجدل شمس لم يروها منذ 7 أكتوبر، مطالبين بفتح نار جهنم على لبنان. وزير الخارجية إسرائيل كاتس أكد أن حزب الله تجاوز الخطوط الحمراء وسيكون الرد سريعاً، معلناً اقتراب لحظة الحرب الشاملة في الشمال. أما وزير الأمن القومي إتمار بن كفير فدعا نتنياهو لعقد اجتماع عاجل لاتخاذ قرار الحرب، ملقياً اللوم على وزير الدفاع ومحاولاته تجنب الحرب على الجبهة الشمالية منذ 10 أشهر. نتنياهو من جانبه أجرى اتصالات بوزير الدفاع ومسؤولين بالأجهزة الأمنية لإجراء مشاورات أمنية لتقييم الموقف الذي تظهر فيه الحكومة الإسرائيلية مراراً وتكراراً عجزها في الدفاع عن المدنيين، إلا أن المتحدث باسم جيش الاحتلال أعلن في مؤتمر صحفي أن بلاده تجهز رداً على الهجوم الذي حملت حزب الله رسمياً المسؤولية عنه، لتحبس منطقة الشرق الأوسط أنفاسها مع دنو اشتعال حرب جديدة في المنطقة قد لا تبقي ولا تذر تلك المرة.